بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد اللقاء معكم في ديوان الشواف، ونعزي عوائل الشهداء الأبرار وبالأخص عائلة الشهيد السعيد محمد الخواجة. ومعنا الآن شقيق الشهيد السيد علي الخواجة. ما هي رسالتك للشعب الكويتي بما حصل في الحضور الكثيف في مسجد الدولة الكبير؟ هذا فخر، فخر لنا ان استشهد ولدنا، واحنا مسرورين بذلك. هذا ان يروح عند الله سبحانه وتعالى. احسنت. طيب، في هدية تذكارية باقة ورد من قناة الكوت لعائلة الشهيد، تفضل. الآن نعاود معكم مع عائلة الشهيد السعيد الدكتور جاسم الخواجة مع ابنه محمد جاسم الخواجة. انت مثل ما شفت في مسجد الدولة الكبير الحضور الهائل اللي شفناه من جميع طوائف الكويت، فما هي رسالتك للشباب الكويتي اللي مثل سنك واللي شفتهم انت ايضا في العزاء؟ والله رسالتي مو رسالتي بروحي، راح تكون رسالة الوالد اللي كان دائما يرددها. بالنسبة حق الطالب كان يقول انه يقول لي اياه، ويقول حق الطلبة ان انتم وظيفتكم بداية عمركم وظيفتك انك تكون طالب، شد حيلك واخذ شهادتك ووصل اعلى المراحل، يعني لا توقف بس بالبكالوريوس، اخذ الماجستير واخذ الدكتوراه بعدها، وتالي اطمح حق الوظائف الاعلى. واهم شيء، اهم شيء ان لا تنسى انه شهادتك وظيفتك والكلمه اللي ترددت علي من ابوي ان انت خدمه وطنك، يعني انت وظيفتك داخل الكويت وراح تعيش بالكويت وراح تخدم وطنك نفسه. فهذه يعني رسالتي حق الشباب، مو مني انا، مو من لساني، من لسان الوالد. يعني دائما كان يحاتي الشباب انه يعني خاصة بالجامعة ان شدوا على نفسكم شوي، تعبوا هالاربع سنوات او هالسنتين اللي قاعد تدرسون فيها وتالي ارتاحوا. يعني هذه تكون اهم رسالة اعتقد، ان العلم وبعدها ان شاء الله الوظيفة، واللي يكون دورنا اساسا خدمة الوطن نفسه. يعني شكرا. هذه هدية متواضعة من قناة الكوت، تفضل. ماجورين، رحم الله والديك، الله يعزك.